الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم، مرحبا بك في الحلقة الثانية من حلقات هذا اليوم والأولى على القناة الأولى لموقع مشروع. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نرى كيف يمكنك أن تحصل على حاسوبك الخاص على الإنترنت. يمكنك من خلاله تصفح المواقع، فتح بعض الملفات والقيام بمجموعة من الأمور التي نقوم بها عادة على الحاسوب العادي، وكل ذلك فقط من خلال متصفحك. فإلى التفاصيل. مرحبا بك مجددا. إذا كل ما عليك فعله هو الدخول إلى هذا الموقع، رابط الموقع كالعادة تجده أسفل الفيديو. لتشغيل الموقع والاستفادة من هذه الميزة لابد أن تتوفر على برنامج سيلفر لايت. بطبيعة الحال هذا برنامج أساسي للويندوز، تطلب مجموعة من البرامج، فمن المفيد أن يكون أصلا متواجد على جهازك. إذا نضغط هنا على سيلفر لايت فور لتحميل البرنامج، أضغط على أوكي لتحميله. هو برنامج صغير جدا كما تشاهد، يتم تحميله الآن ببرنامج إيجلجيت الذي سبق وشرحته في إحدى الحلقات. تمت العملية، نضغط على Open لفتح البرنامج. بعد ذلك نضغط على Install Now للبدء في تثبيته. إذا تمت العملية بنجاح، نضغط على Close. نذهب الآن إلى الموقع ونقوم بإعادة إنعاش الصفحة، إما بالضغط على F5 من لوحة مفاتيح أو إنعاشها بالطريقة العادية. لاحظ معي بأنه يتم الدخول بالفعل، وعندنا طريقتين للدخول. You can use guest account or register، بمعنى أنه يمكنك استخدام حساب الضيف كما تشاهد تم الدخول تلقائيا، أو يمكنك أيضا تسجيل الدخول بحساب تقوم بإنشائه. لو عدنا الآن، إذا أحببت إنشاء حساب فتقوم بالضغط هنا على register now، ويطلب منك إدخال user name، أيضا friendly name أو اسم تحبه، أيضا هنا في الإيميل تدخل البريد الإلكتروني وتملأ باقي البيانات، كلمة السر تعيد إدخالها، ثم أيضا سؤال الحماية تقوم باختيار أحد الأسئلة من هنا، ثم تدخل الجواب على سؤال الحماية حتى تقوم بإنشاء حسابك الخاص. كما يمكنك كما قلت تسجيل الدخول بحساب الضيف فقط بالضغط على السهم هنا. وكما تشاهد معي فقد تم الدخول. هذا حاسوب كامل كما تشاهد معي بقائمة إبدأ، يوجد فيه أيضا بعض الألعاب، مجموعة من البرامج بما في ذلك النوت باد وكل شيء. هنا الساعة تجدها أيضا مضبوطة كما تشاهد معي عندنا أيضا. والجميل في هذا الموقع هو أنه يحتفظ بالأشياء التي تقوم بها، يعني ملفاتك أو شيء قمت به يتم الاحتفاظ به، سواء كنت قد دخلت بحساب تسجلت عبره أو استخدمت فقط حساب ضيف. كما تشاهد عندي فمثلا أنا سبق ودخلت سابقا بحساب ضيف وكتبت هنا في المفكرة مشروع، فعندما قمت بإعادة الدخول مرة أخرى وجدت بأنها لا زالت مكتوبة هنا كما تشاهد، فهو خاص بي أنا وليس للجميع. عندنا أيضا هنا في النوت باد مفكرة كما تشاهد يمكنك فتحها، عندنا ريتش نوت باد أيضا مفكرة أخرى، عندنا أيضا يوتيوب فيور أو برنامج للذهاب إلى اليوتيوب كما تشاهد، يعرض عليك بعض الفيديوهات، يمكنك أن تختار من هنا الفيديوهات التي تشاء، إما حسب الأكثر تقييما أو الأكثر تفضيلا أو الأكثر مشاهدة أو الأشهر أو الأحدث. يمكنك أيضا البحث، وهذا هو الجميل، تبحث على أي شيء، مثلا نبحث على جالاكسي S6 كما تشاهد معي، يعطيك المواضيع المرتبطة بهذا الهاتف. اللغة، لغة البحث هنا، لو دخلت إلى المتصفح المرة الأولى هنا عندما كانت اللغة مثلا بالإنجليزية سوف تجد بأن اللغة التي يمكنك الكتاب بها هنا هي اللغة الإنجليزية، لكن إذا قمت بالدخول باللغة العربية، يعني أثناء الدخول إلى هذا الموقع كانت اللغة العربية هي التي تستخدمها على حاسوبك، فسوف يعطيك خيار الكتابة بالعربية هنا. الآن لا يمكنني الكتابة بالعربية لأنني أثناء الدخول إلى هذا الموقع كنت أشتغل باللغة الإنجليزية، لذلك يكتب فقط الأحرف الإنجليزية، حتى لو قمت بتغيير اللغة من هنا يستمر في الكتابة بالإنجليزية. على العموم يمكنك أيضا مشاهدة أي فيديو فقط بالضغط عليه. يمكنك أيضا زيارة أي موقع بالذهاب إلى الإنترنت براوزر هنا، ثم تدخل رابط الموقع، مثلا موقع مشروح. كما تشاهد معي تم الدخول بسرعة كبيرة، متصفح سريع وأيضا أنيق وجميل كما تشاهد، حتى موقع مشروح يظهر بشكل مرتب جدا كما يظهر في باقي المتصفحات كما تشاهد معي.
يمكنك تصفح المواقع والقيم بأي شيء كأنك تستخدم حاسوبك الشخصي فقط من خلال المتصفح. إذا كان هذا كل شيء في هذه الحلقة، أتمنى أن تكون قد استفدت منها. لا تنسى الضغط على زر لايك ومشاركة الحلقة والاشتراك في القناتين الأولى والثانية للتوصل بجديد الحلقات، وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.